هنالك مؤشرات معينة، هذه المؤشرات هي مؤشرات ربوية لسعر الفائدة، لسعر الربا في بنوك لندن وفي غيرها. في لندن يدعى هذا المؤشر مؤشر الليبور. الليبور هذا مؤشر معين تتفق فيه البنوك في لندن، البنوك على أننا سنجعل سعر الفائدة الربوية سنجعلها 4%، في يوم آخر لظرف آخر سنجعلها 5%، وقد يتناقصون. إذن تتوافق البنوك على هذا السعر. انظروا إلى هذا السعر، سعر الفائدة الليبور في لندن، وقد يعني تصطلح البنوك في أماكن متعددة على اصطلاحات غير هذا الاصطلاح. هذا السعر يحدد في كثير من عقود الإيجار في البلدان الإسلامية، خاصة في العقود الطويلة يؤخذ هذا السعر، سعر الفائدة، ليكون هو المعبر عن الأجرة. بمعنى توجد بلدان معينة يقال فيها إننا نحدد الأجرة في كل شهر في كل سنة بمؤشر الفائدة الليبور في لندن، نحددها بهذا. فإن كان مؤشر الليبور يقول إن الفائدة معهم 6% فالأجرة 6%، إن كان المؤشر 5% فالأجرة 5%، قد تتفاوت. هذا التحديد بالمؤشر بغض النظر عن هذا المؤشر وأنه للفائدة، لكننا نرد إلى مؤشر عام تتوافق عليه البنوك، يتوافق عليه الناس في الفائدة في الأجرة في غيرها، ونأتي أنا آتي وأنت لنحدد في عقد المضاربة مثلا أنه سيكون بهذا المؤشر أو أن الإيجار ستكون بهذا المؤشر. ما دام هناك مؤشر عام مع غض النظر عن كونه للفائدة أو لغيرها، يمكننا أن نتحاكم إليه أنا وأنت، وأن نتجاوز الظروف المتقلبة في الاقتصاد وغيره، فنقول إن هذا الغرر أيضا يسير وليس غررا فاحشا. إذن مسألة الغرر الفاحش وانعدام الجهالة أو أن تكون مفضية إلى النزاع، ولكن إن اصطلحنا على شيء يقللها، على شيء ييسرها كما قلنا من قبل في عقود تعليم القيادة وفي غيرها، فإننا نجعل هذا الغرر يسيرا ونقول إنه يمكن أن يتجاوز فيه، ولا حرج على الإنسان في أن يقدم على مثل هذه العقود. إذن هذا هو الضابط الثاني، وهو أن يكون الغرر يسير، أن يكون الغرر فاحشا حتى يحرم الغرر. وإن كان يسيرا، استطعت أن أجعل هذا الغرر يسيرا، فإنه لا حرج في ذلك الوقت في مثل هذه العقود.